هاد اللحظات كيتم النقل ديالو مخفر الشرطة، طبيعة الحال أن هاد الشخص هذا راه دار روينة وموت فوضى كبيرة بعد ما يعني كان في حالة غير طبيعية. مشكورين عناصر الأمن قاموا باعتقال ديالو في هاد اللحظات. يعني صراحة تحياتي لعناصر الأمن الوطني. هاد اللحظات تمكنوا من الايقاف ديالو عناصر الامن مشكورين. يعني كيف ما كتبوا معنا فرقات الدراجين اللي كيقوموا بمجهودات كبيره، كان معري وكيغوت وكيشير بالخاوي ديال قراعي الشراب. فمشكورين عناصر الامن